وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم معنا عبر الهاتف من موسكو حسين مشيك مراسل أكسترا نيوز. حسين، بداية برحب بك معنا. تحياتي سما. يعني هناك الآن طلب روسي بعقد جلسة لمجلس الأمن، كان أيضا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد صرح في العاصمة اليابانية طوكيو منذ عدة أيام بأن أي هجوم يعني يستهدف محطة الطاقة النووية زابوريجيا يعد عمل انتحاري. نعم بالفعل، روسيا طلبت من المجلس الأمن الانعقاد الطارئ من أجل بحث في مسألة قصف القوات الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية في زاباروجي، هذا حسب التأكيد الروسي. وهناك معلومات عن انعقاد المجلس الأمن أو جلسة لمجلس الأمن يوم غد 11 من أغسطس الجاري بدعوة من روسيا، وتحديدا ايضا بعد دعوه الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي الى اقامه حجر طيران فوق المحطات النوويه في اوكرانيا وتحديدا فوق زاباروجي. اعتبرت ماريا زاخاروفا المتحدثه باسم الخارجيه الروسيه على ان هذه التصريحات لزيلينسكي هي سخيفه، وصفتها هكذا زاخاروفا، واعتبرت زاخاروفا على أن زيلينسكي يجب أن يضغط على العناصر المتشددة في الجيش الأوكراني لعدم استهداف محطة زاباروجي مرة أخرى. ولكن المعلومات المتوفرة هنا في روسيا على أن أوكرانيا استهدفت محطة زاباروجي أولا للضغط على القوات الروسية للانسحاب من هذه المحطة، وثانيا أيضا بعد ضم روسيا لزاباروجي القوات الأوكرانية لا تريد أن تضم روسيا زاباروجي إلى الأراضي الروسية. كل هذه الأمور تأتي في إطار الضغط الأوكراني لمنع روسيا من ضم زاباروجي إلى الأراضي الروسية، وأيضا لتضليل الرأي العام ولتشويه صورة القوات الروسية، لأنه هنا حسب ما تبرر روسيا تؤكد على أنه لا وجود أي عقلانية في إمكانية قصف روسيا لمحطة الطاقة، فروسيا تسيطر على هذه المحطة منذ ثالث يوم للمعركة العسكرية ولم تستهدف محطة الطاقة، وروسيا سيطرت على هذه المحطة لتحمي المحطة من العناصر المتشددة في الجيش الأوكراني، وهذا كان تبرير أيضا للقوات الروسية عندما سيطرت على محطة زاباروجي. واليوم على ما يبدو تأكدت ما كانت تشير إليه روسيا في بداية الأزمة وبداية العملية العسكرية عن أن الوجود الروسي لها في المحطة هو لحمايتها من أي استفزاز أوكراني تجاه القوات الروسية. روسيا دعت مجلس الأمن انعقاد لبحث مسألة القصف، لكن كما تعلم ثمر، وهنا روسيا تؤكد على أن مجلس الأمن لن يغير الواقع بشيء نظرا إلى أن القصف الأوكراني على زاباروجي هو أتى تحت الضغط الأمريكي وتحديدا من البنتاغون. لهذا الأمر فإن أي مباحثات أو أي أمور ستناقش غدا في الجلسة الجميع سيتهم بها روسيا وهم لا يريدون. نعم حسين، بكل تأكيد هناك اتهامات متبادلة بين الطرفين، يعني كل منهم ما يتهم الآخر بقصف المحطة، ولكن كيف ترى دعوة وزارة الخارجية الروسية إلى تنظيم تفتيش يعني دولي للطاقة الذرية للمحطة؟ نعم ثمر، الدعوة الخارجية الروسية يؤكد أيضا على أن القوات الروسية لا علاقة لها في استهداف محطة زاباروجي، وأن الوجود الروسي في هذه المحطة هو لحمايتها من العناصر المتشددة في الجيش الأوكراني. وكالة الطاقة الذرية وجهت لها دعوة من قبل الخارجية الروسية لزيارة المحطة ولتفتيشها. لغاية الآن من غير المعلوم إن كانت وكالة الطاقة ستزور محطة زاباروجي أو لا، لكن بناء على اجتماع مجلس الأمن يوم غد سيقرر أو ستقرر الوكالة إمكانية زيارتها إلى محطة زاباروجي أو لا. لكن هنا حسب السياسة التي تنتهجها المنظمات الدولية منذ بداية الأزمة، هذا ما تؤكده روسيا بطبيعة الحال ثمر، تؤكد على أن السياسة المنتهجة من قبل المنظمات الدولية هي فقط لاتهام روسيا وتبرئة القوات الأوكرانية، ففي حال زارت وكالة الطاقة الذرية محطة زاباروجي فهذا الأمر لن يغير
في الواقع، بل على العكس هم سيزودون من الاتهامات تجاه روسيا، لكن روسيا تقوم بدورها وهي تطلب من وكالة الطاقة بزيارة محطة زاباروجي وبتفتيشها وبإجراء تحقيق سريع وتحقيق فعال وشفاف لمعرفة تفاصيل استهداف محطة زاباروجي. نعم، جزيل الشكر لك الزميل حسين مشيك من موسكو مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.